بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الآن تأكد أنه العلاج الطبيعي سيد لثلاث أساسيات. الأولى أنه يتجاوب مع النمو تاع الجسم والعمل تاع الجسم والمناعة تاع الجسم، فكل ما هو عنصر خارجي من هذا من الطبيعي وكيف تشتغل الجسم تخلي أنه الجسم ديالنا يرفض، وهذا الرفض تدير مشاكل. فأول شيء ضروري ينتبه له، لاحظوا معي الفشل الكلوي من الناس نعطيهم زيت الزيتون على الريق، أول شيء يلاحظ عند الناس اللي عندهم فشل كلوي أنه من بعد 5 إلى 6 أسابيع تبول تبدأ تحدث عند الناس هذو من بعد ما تكون عندهم عدم القدرة على التبول، دليل على أنه الاشتغال ديال الكلى خارق متميز. ثانيا الناس اللي عندهم السكري لقينا على أنهم من بعد ما تأخذوا زيت الزيتون على الريق تدل وتخلي أن هاد الناس تبدأوا تخفضوا السكري، بحال شاب من الشباب عنده 18 سنة عنده السكري لمدة أكثر من 7 سنوات ثم عنده فشل كلوي ونتيجة السكري، لقينا على أنه القدرة على التبول بدأت، ثم السكري بدأت ينزل شوية شوية، والطبيب بدأ يخفف له من المقادير والمقاييس تاع الأنسولين. زيت الزيتون، علاش زيت الزيتون؟ الغريب حاليا كثير من الأطباء مازال ما تيشجعوش الناس أو تمنعوا الناس من زيت الزيتون. علاش؟ أولا زيت الزيتون فيها الكلوروفيل، تتعاود تنشط القنوات الدموية وتتبنيها بناء. تصوروا الناس اللي عندهم ستينوز أو عندهم إسكيمي أو عندهم مشاكل ديال القنوات الدموية فيها لي فاريس أو لي فاريكوسيل أو أنهم مخنوقين، زيت الزيتون إلا خديناها المدة ديال 3 أسابيع إلى شهر ونص شهرين الجسم تيحس على أنه بدأ تتغير فيه شيء. والغريب هذا هو المفاجأة، اليوم ناس ولاو دركوا زيت الزيتون متشربوا على الريق لمدة شهر ونص شهرين لاغيتين شبكة تاع العين مني تتنشف وتتموت حسب المنطق الأطباء، من بعد شهر ونص شهرين العين تتبدأ تترمش تتبدأ تشتغل، الناس بدأوا يشوفوا على أنه ضصيص الأمل ضصيص الضوء بدأ تتبان في الشبكة، دليل على أنه ممكن نجددوا القنوات الدموية عن طريق زيت الزيتون من جهة وتنجحوا في الفشل الكلوي وتنجحوا في السكري وتنجحوا في القلب والشرايين، كل ما هو انغلاق ستينوز وليزومبولي ليترامبوز تخلصوا منهم، كذلك كل ما عنده علاقة مع القنوات الدموية. هنا بدينا تتفاجئوا أنه كاين أمراض غريبة هما الالتهابات تاع القنوات الدموية عند الصغار بحال الكوازاكي أو عند الكبار بحال مشاكل ديال العروق تبداو تينشفوا أو تي أو تي أو تي أو تي تيلتهبوا أو تيعياو أو تينتفخوا، وهكذا بدينا تنسمعوا بأمراض اللي هي أمراض أصلا ديال لي مالادي دو سيستيم اللي الناس بداو تيتاثروا بهم، بدينا تسمعوا بالليبوس نسمعوا بالليزارتريت نسمعوا بهذا النوع من المشاكل، وهكذا عن طريق زيت الزيتون بدايه كمرحله اساسيه يمكننا نتغلبوا على هذا النوع من الامراض. علاش الى حد الان مازال اطباء القلب والشرايين تيمنعوا زيت الزيتون على الناس؟ علاش الى حد الان الناس اللي عندهم كوليسترول اطباء يخلعوا من زيت الزيتون؟ علاش؟ واش كهذا علم ولا فقط تنبؤات او فقط اراء شخصيه او ممكن حالات جاتكم؟ ما هي؟ قنعونا علميا، حنا معكم على مدى البحث العلمي والطرح العلمي والوثائق المضبوطة علميا، ليس فقط أفكار وكلام هكذا من السماء لا أصل له ودوري خصها لابد أن ننتبه له، ما بقاش نتكلم هكذا، بغينا علم. هذه نجاحات طيب حاليا وحلف أن نحققها، حنا حققناها نخدينا زيت الزيتون على الريق، حقا زيت الزيتون ما بغيناهاش تكون فيها الملحه، لذا حنا ما تنخضعوش المعايير ديال زيت الزيتون اللي بغاو يبيعوها في السوق، اسيديتي وخصها تكون 0% ولا شي حاجه من هذا القبيل، حنا بغينا زيت الزيتون بلا ملح معصره بلديه اللي يقدروا يستافدوا منها صحيا، مازال فيها ذاك الحروريه حنا محتاجينها، مازال فيها ذاك الشمع ديالها وذاك الفوائد ديالها الصحيه هي اللي بغينا. كذلك زيت الزيتون ممكن ناخذوها نخليه مع شويه ديال التخت او داك المرجان، واخا 5 10% ممكن باش يحافظ على القيمه ديالها الغذائيه
والقيمة ديالها الصحية والقيمة ديالها العلاجية. وهكذا زيت الزيتون أحدثت المعجزات. حاليا بدينا تنقول للناس عباد الله ملي تاخذوا زيت الزيتون على الريق معلقة كبيرة إلى ثلاثة معلقات كبار حسب السن تمكننا تعطيونا من بعد شهر شهرين ثلاث شهور صعب السكري فشل كلوي مشاكل ديال لاغيتين الشبكة ميتة حسب التقرير الطبي. غادي تشوفوا على أنكم ممكن تبنيوا قنوات جديدة وتخرجوا من هذه الأمراض المستعصية بالتميز. وبارك الله تعالى بارك الله في القرآن الكريم خلى أن شجرة مباركة لا شرقية ولا غربية مباركة دائما ونحن نستفيد في الصحة والعافية.